أهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة بن حمد، بالضبط من أمام مقر مقهى رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة، اللي غيكشف لنا على أسرار كثيرة أو معاناة كثيرة اللي تعرضوا لها أصحاب هذا القطاع ومهني هذا القطاع في هذه الجائحة اللي يعني كانت في العالم بأسره. إذا متابعينا وغادي نكشفوا معاه كذلك تفاصيل حول تمديد قرار الإغلاق للحادية عشرة ليلا. إذا متابعينا غادي تتبعوا معنا الآن. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي، كيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا بعد الشهر ديال رمضان، من بعد ما كان الإغلاق لمدة شهر كامل، ومن بعد ما كان كذلك الإغلاق إلى الساعة الثامنة، ومن بعد ما يعني تعطى واحد تخفيف من الليلي، نتمنى أنه نعرفوا كذلك تفاصيل كثيرة من عند رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة. إذا متابعينا كيف ما كتلاحظوا معنا كنكتشفوا واحد الحاجة الأولى ملي كندخلوا لهذا المقهى، فكنكتشفوا واحد القمة ديال الوطنية من عند صاحب المقهى أو رئيس جمعية الأرباب، جمعية أرباب المقاهي والمطاعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان مرحبا بكم في مدينة بن حمد، اللي في الحقيقة كتشرف بالزيارة ديالكم. 100,000 مرحبا. الأخت لا يخفى على سيادتكم الظروف اللي مر بها هذا القطاع هذا. فالجميع كيعرف دابا دري صغير كاع كتسولي على هاد أرباب المقاهي والمطاعم كيحكي لك الظروف اللي عاشوها أصحاب القطاع. حقيقة كل شيء عارفها إلا الحكومة، الناس المسؤولين ديال هذا القطاع هذا هما ربما واش ما عارفينش هذا الشيء اللي كيعيشوا هاد رب المقهى وهاد رب المطعم، ولا ما يعني حنا كنتسائلوا كأرباب المقاهي والمطاعم واش الحكومة فاهمة هاد العناء اللي كنعانيه ولا ما فاهمش. في الأخير كنصب شرا وخيرا بهاد التخفيف ديال 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 هاد الحجر ديال 8 ل 11 الليل، حنا كنصب بشرو به خيرا، واخا هو جا معطل ومعطل بزاف، فالحمد لله كنصبشرو به خيرا. اللي نطلبوا من الله سبحانه وتعالى عز وجل ومن هاد الناس المسؤولين، فالحمد لله ربي هو رفع الذاكر رفع لينا هذا الوباء. نعم. يعني حنا كنا الحمد لله. نعم. هذا الشيء حنا كنطلبوا الله عليه، نطمحوا لكثر اننا يترفع لينا الوباء. تماما. ف نطلبوا من الله سبحانه وتعالى والحكومه فاش مدت لينا هذا 11 الليل. نعم. فراه هذا ماشي هو المشكل اللي عندنا هنا. هي التمديد، حنا راه عامرين مشاكل، راه عندنا ضرائب، راه حنا دابا العواقب ديال هاد الاغلاق وديال هاد الجائحه راه غادي نبداو نجي وربما غادي نعيشوا حتى تفوت الجائحه. حيت المده الاجماليه ديال الاغلاق شحال تقريبا عندنا؟ حنا سدينا من لو 16/3/2020، يعني 16/3/2020. نعم. من 16/3/2020 سدينا تقريبا 3 شهور ونص ولا 4، ما استفدناش بدرهم، بالرغم من ان الناس المسؤولين والسيد وزير الداخليه في واحد اللقاء في البرلمان كان قال بان هذا الصندوق ديال الجائحه ما دارش الفقراء، دار الناس اللي هما كيضروا من هذه الجائحه ديال كوفيد 19. نعم. اذا حنا كنتسائلوا حنا واش من الناس اللي ضررنا في هذا الكوفيد 19، لان حنا جاو عندنا مع الجوج ديال النهار قال لك غتسدوا مع 6 ديال العشيه، التزمنا مع 6 سدينا، قال لك غتبقاو سادين، قالوا سادين مع الاجراءات الاحترازيه. نعم.
ومع القرارات ومع الصالح العام ومع اي حاجه احنا فينا روح المواطن. احنا ما كيهمناش المال مقابل المواطن، هذه لا جدال فيها، ولكن احنا عندنا مطالب. احنا الدوله راه خصها تعفينا على الاقل على الاقل على الاقل 5 سنوات من الضرائب، لان العواقب ديال هذا القطاع يلاه جايه باقا ما بداتش. مازال احنا ما احنا باقيين ربما من 3 2020 وحنا كنتسلفوا، حنا باقيين كنتسلفوا. نعطيك امثله، لا سينيس مثلا كيحسب الضرائب، كتحسب استغلال الملك العام الجماعي، كيحسب الضو، كيحسب الماء، كيحسب الانترنت، البين سبور خلصناها، سدوا علينا 4 شهور توفات، وعاود ملي خلصناها بدينا ثاني خلصناها، قال لك اودي لا سدوا علينا الماتشات، قال لك ما ديرش، ممنوع من عند الكليه دير الماتشات، وتسد مع 8 د العشيه وتخدم 50% اللي حنا اصلا خدامين ب 20%، 20% ما كتسدش لينا الحاجيات ديالنا، يعني قوت ما كنبغي ناكلو ما عندناش. هذا الشيء خصو يفهموا الناس المسؤولين، خصو يفهموا ويغيروا النظره ديالهم لهذا القطاع. بعد ما كانوا كينظروا له بنظره ديال البرجوازيه، مثلا هذا القطاع راه فيه ناس لاباس عليهم وكذا وكذا وكذا، فلت علام الحكومه ويعلموا الناس المسؤولين بان الناس راه مطبوا راه مسيزا وراه مابقاش عندهم فوالا. الناس المسؤولين، هاد الناس ديال قطاع المقاهي والمطاعيم راه ولاو باغيين كيخموا ما ياكلوا ياكلوا وليداتهم. اما القرايه في ليكول بريفي داكشي ما بقيناش كنسولوا فيه، كلشي غير رجع يقرا عند الدوله. لا ما بقيناش الماكله، راه حنا ولينا بريسك ما قلناش نقولوا كنتحاسبوا عليها باش كناكلوها. مؤخرا الاخت الكريمه جا سيدنا رمضان، جا سيدنا رمضان قال لك غتسدوا، اللي هو قرار ما لا يعني ما كانش يكون صراحه. قسم الله السميع العليم قال لك سدوا، قلنا له حنا ديما كنلتزموا في السراء، حنا ربما القطاع الوحيد اللي ملتزم مع الدوله في الالتزامات ديالو 100%. علاش؟ كيخلص لها 9 ضرائب، نخدم لها 6 ناس، وكل فرد عنده 5 ولا 6 عائله معدل 30 فرد كتاكل معاه، عنده لاسينيس. يعني هذا القطاع راه بريسك راه كيدرج للجوج دلانين ديال الشغيله اللي هي خدامه. يعني حنا هاد ارباب المقاهي والمطاعم راه الدوله خاصها تعطينا مكافاه ماليه ولا تحفيزيه. حنا ما حنا الدوله مثلا دير غير حوايج في اطار التنميه البشريه، مثلا كاين عروض كدار مثلا كتساهم فيها الدوله لهذا القطاع مثلا ديال المقاهي والمطاعم بواحد 70%، بغي يجدد الماتيريال ديالو مثلا، بغي الله يفتح محل مثلا، تعاونوا الدوله لان هذا القطاع كيخدم للدوله واحد النسبه كثيره ديال الناس. اذا الدوله خصها تفكر مزيان، تعيد النظر لان هذا القطاع بحال حق راسه، وهو ربما سند ليها في ماديا ومعنويا. هاز لك نسبة كبيرة ديال المواطن ديالك، مشغلها لك ومقنطرة عليه بضرائب لا تعد ولا تحصى. كاين ضرائب اللي ما خصهاش تكون كاع، عيب تكون عاد تاخذ الدولة من هاد المقاولات ومن هاد الناس المستثمرين باش هذا. إذا العلم الناس ديال الناس المسؤولين، حنا راه على وشك الافلاس بقى. يعني حنا راه غادي بريسك راه لقيتو كتشدوا علينا، كتضيقوا علينا في الخناق اكثر من ما ضيقتوا علينا. غنبداو نسدوا ولا بدينا نسدوا، راه حنا نقدروا كل نهار نبيعوا كرسي وناكلوه، ولكن هذوك 30 فرد اللي غادي تخرج راه غتسيب معاه الحكومه مشكل. ولهذا داوي معنا حنا الامور بلاتي احسن، تحاوري معنا. حنا الحمد لله دابا ما لقيتوش حوارات، ما لقيتوش، طحتوا في التساؤلات، ما لقيتوش جواب عليها.
حنا كل رئيس جمعية، لأننا حنا دابا أسسنا واحد الجمع العام تأسيسي للفيدرالية الوطنية لجمعيات أرباب لجمعيات المقاهي والمطاعم المغرب اللي ترأسها السيد محمد بوزيد، له الشكر من هذا المنبر هذا، والشكر لجميع الناس اللي هما منخرطين في الفيدرالية لأنهم ناس ذو مستوى عالي وذو ثقافة عالية وكيفهموا في القطاع، ويعني حصل الحكومة الشرف تريح مع هاد الكفاءات العالية وهاد الناس المستثمرين اللي هما خصها تبادل من الحكومة بالاحترام والتقدير كما هما كيبادلوها بالتقدير والاحترام. ولهذا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى عز وجل وما يرفع علينا اولا هذا الوباء ما يبقاش. ثاني حاجه الناس الوزراء المعنيين راهم عارفين راسهم شكون، فيفتحوا معنا باب الحوار، يفتحوا معنا باب الحوار من باب هذه الفيدراليه الفتيه اللي هي خرجت الحيز الوجود اللي هي مستقله ما متحزبه ما ما ما, ما نقابيه ما مستقله عندها أهداف لخدمة الصالح العام، وربما هذه الفيدرالية غادة تهز واحد العبء كبير على السلطات وعلى الناس المسؤولين. وكنشكروا السلطات المحلية من هذا المنبر اللي هما مساكن هما ساهرين وعبء كبير وهذا، وكنطلبوا من الناس المسؤولين يلتفتوا لهذه المدينة ديال بن حمد لان مدينه شريفه وفيها ناس شرفاء ومدينه عتيقه ويعني فيها اطور كثيره وفيها طاقات لا تعد ولا تحصى. فنطلبوا من الناس المسؤولين يلتفتوا لهذه المدينه ويشوفوا فيها لان فيها خير كثير. والسلام عليكم. كاين شي سؤال؟ عندي واحد الالتفاته صغيره اللي سبق وشرط لها في الاول، وانت كتهضر كتقول روح المواطنه وانت انا غادي بالنسبه لي انا غادي نصنفكم من ضمن الجنود المجنده وراء صاحب الجلاله على التدابير اللي كيقوم بها باش يرفع واحد شويه من البلاد. نتمنى اننا نكونوا حتى حنا وراه وفي جنبه. لهذا انا بغيت نعطي واحد النقطه للملوك المغفور لهما الحسن الثاني ومحمد الخامس، وكذلك صاحب الجلاله محمد السادس اللي صوروا كذلك صور ديال ولي العهد الحسن مولاي الحسن، كنشوف كذلك الصور ديالهم مالين عندك المكان. فهذه قليل من كنمشي لشي مقهى ولا شي حاجه كنلقاو هذا الكم الهائل من الى جانب العالم الوطني الرايه المغربيه كذلك. فهذه التمغربيت منك الحمد لله، ولا مواطنه ولا شنو نقدروا ندير واحد المستملح معك سي الرئيس. مرحبا الاخت الكريمه. فمن طبيعه الحال فكما قال سيدنا الله ينصره اما ان تكون مواطنا او خائنا، يعني المواطنه الله الوطن الملك. الا ما كنتيش كتحب الوطن ديالك وكتحب الملك ديالك لواحد الدرجه ديال 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 الموت، نعم يعني نموت انا الملك اكيد نموت على الاسره الملكيه. راك تشوفي الصور ديال المغفور له محمد الخامس جميع الصور والحسن الثاني رحمه الله، نعم، وسيدي محمد الله ينصرو لنا والله يحفظو لنا، لان بفضل الله سبحانه وتعالى كنعيشوا هذه العيشه ديال الرخاء الحمد لله. الحمد لله مأمنين في المحلات ديالنا وكنتاجروا في امان واستقرار، يعني لنا كل الفخر وكل اعتزاز بملكنا. نعم اكيد. الله يشفيه لينا والله يعافيه لينا والله يطول لينا العمر ديالو، ومولاي الحسن الله يزيد به القدام والله ينصر سوالينا، والاميره لالا خديجه الله يحفظها لينا والله ينصرها لينا. فالحمد لله انا هكا انا عزيز على الاسره الملكيه وكنموت عليها والله يحفظهم لينا والله ينصرهم لينا والله يخليهم لينا. غير واحد الاضافه نضيفها بالنسبه للقطاع ديالنا، فبالنسبه للناس كيقول لك ودي هاد الشغيله خصك تقننها مثلا، نجيو للتقنين. هاد الشغيله نقنوها مثلا شحال غنقنوا هاد الشغيله في لاسينات؟ يعني بريسك خصنا 5000 درهم للشهر.
ديال لاسينيس ديال الشغيله وكيديو ف ف ف ف في لي سالير ديالهم برسك 12000 درهم شاك موا، 12000 درهم زائد 5000 درهم هي 17000 17000 درهم. واخا هاد 17000 درهم كيديرها الخدام ولا سينيس والبرودوي باش كنخدمو، فين القهوة باش كنخدمو، فين الضو، فين الماء، وفين الويفي، وفين البين سبور، وفين السكور، وفين البوطة، وفين النتواياج، وفين هذا، وفين هذا. إذن عندنا 17000 درهم كدير الشغيلة، ونزيدو عليها 600 درهم ديال البرودوي ولي فري الاخرين والضو هذا وهذا. إذا رحنا طلعنا ل 1200 درهم، هاد 1200 درهم راه ما كيصوراش مول القهوة اللي هي غير ديال لي فري، الضرائب واستغلال الملك العام الجماعي بزاف. الدولة علاش مثلا حنا فاش كدير مثلا هاد الشغيل واحد 700 درهم في الشهر، علاش هي ما تخلصش نص مثلا واحد 300 درهم ولا 350 درهم، وحنا نخلصوا واحد 300 درهم ولا 350 درهم ونقنوا هذا القطاع ونقنوا الشغيله بلا ما هذاك الشغيل يخرج يعود في الشارع معطل، وتعدوا الحكومه صيبه معاه مشكل، تعاوننا حنا في القطاع، تبارك معنا، تحاور معنا، تخلص هي واحد 50% ديال لاسينيس، ونخلصوا حنا 50% ديال لاسينيس ياك، ونقنوا القطاع. استغلال الملك العام الجماعي، استغلال الملك العام الجماعي في حيف، لان خصنا نخدموا فيه توا على حساب خصك تخلص الفوق ولي كوتي والتحت، وخصنا نخدموا فيه على حساب الجهات، لان مثلا واحد القهوه الدخل ديالها بسيط غادي نديروا لها واحد الثمن رمزي ديال استغلال الملك العام الجماعي. واحد القهوه مثلا كتبيع قهوه بواحد الثمن مثلا ديال 40 درهم ولا 50 درهم للكافي مثلا، وعندها دخل محترم، فبها ما فيها باس يعني ندير نزيدوا واحد دي درهم ولا 5 درهم ولا تغطي على الاقل شويه من هنا ولا ندير شويه الكليبر. فوالا دابا تقنن تبرك معنا الوزراء، يبركوا معنا وناقشوا معاهم هذه الامور، اكيد غنوصلوا معاهم الحل، يعاونوا هما شويه في لاسينيس ونقصوا علينا من الضرائب، يديروا لنا اعفاء ديال واحد 5 سنين باش القطاع يشد الكليبر ديالو، لا بغاو هذا القطاع يبقى، راه هذا هي الهضره المنطقيه، باش تقول لي نعفي لك عام ولا ما، هذيك هضره خاويه. حلول جذريه معقوله للقطاع باش يوقف على رجليه، لان القطاع تهاوى زاد بحالو، اجي الناس ديال القطاع ها 5 سنين معفيين من الضرائب، عندكم عامين معفيين من استغلال الملك العام الجماعي، لاسينيس الدوله غتعاون بالنص، انتم عاونوا بالنص نقنوا القطاع وغنلتزموا بالامور كامله، وما عمرك غتمشي لشي قهوه وما تلقاش شي واحد خدام وما مقنش. هذه من ناحيه كنطلبوا الحوار. السلام عليكم. شكرا. تبارك الله عليك. محمد الوضيح. محمد الوضيح. الوضيح. شكرا لكم، مشرفين بك سي محمد الوضيح، ونتمنوا ان هذه الحلول اللي اتخذوا بعين الاعتبار ويكونوا بعض، هو الحوار كيخلق ضروري كيخلق نقطه يكون فيه الحل. نعم اكيد، الا كانت النيه، اكيد الا كانت النيه للتغيير بزاف ديال الحوايج من عند الطرفين ضروري ما نوصلوا للحل. حنا بالنسبه لينا حنا فقدنا النيه في هذه الحكومه، وما فقدناش النيه في الله سبحانه وتعالى وفي الملك ديالنا، اكيد بقى عندنا واحد البصيص ديال الامل في الحوار مع هاد الناس المسؤولين، فاحنا غادي نديروا رسالات وغادي نتواصلوا معاهم وغادي ندقوا البيبان ديالهم ونطلبوا منهم يحلوا لنا البيبان باش نتواصلوا معاهم باش نديروا معاهم الحوار ان شاء الله. نتمنوا ان توصلوا كذلك الهدف ديالكم بالحوار مع المسؤولين على هذا القطاع للرفع من هذا القطاع شويه، نرفعوا ونزيدوا به القدام، وكذلك حتى الشغيله اللي فيه ما تبقاش مهضومه الحقوق شيئا. اذا متابعي قناه شوف تي في، شكرا لكم على تفاعلكم وتواصلكم معنا على هذا البث المباشر من مدينه بن حمد، كنتم معنا مع رئيس جمعيه ارباب مقاهي والمطاعم بالمدينه اللي شرح العديد من التفاصيل على هذا القطاع اللي ربما كيكون عنده بعض اللبس في بعض الاشياء بالنسبه للشغيله ولا بالنسبه كذلك للارباب. اذا متابعينا شكرا لكم مره اخرى، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.